بعد غياب الرقابة وشروط السلامة، تزداد مخاوف المواطنين في ديالى من ارتفاع حصيلة الإصابات بالأمراض السرطانية في المناطق التي تكتظ بأبراج الاتصالات. أهالي ناحية السلام التابعة لقضاء الخالص في ديالى طالبوا في وقفة لهم الجهات الحكومية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحد من تزايد الإصابات بالسرطان لدى سكان المنازل المحيطة بأحد أبراج الاتصالات الرئيسة إلى أكثر من 20 إصابة، وحول برج آخر لنحو 17 إصابة، مؤكدين أنهم يرون أن أسباب الإصابات في هذه المناطق من دون غيرها موجات التردد المنبعثة من الأبراج المشيدة وسط الأحياء النائية. مفوضية حقوق الإنسان في ديالى قالت بدورها إن هناك مساع لتشكيل لجنة لكشف سر سرطان الأبراج بعد أن نفت الفرق البيئية التابعة للحكومة وقوف أبراج الاتصالات وراء السرطان الذي ظهر في عدة مناطق بديالى جميعها بالقرب من أبراج الاتصالات. المفوضية قالت إنها ما زالت تتلقى شكاوى ونداءات من 4 مناطق في ديالى حول تنامي الإصابات بالأمراض السرطانية ضمن قرى وأزقة تنتشر فيها أبراج للاتصالات النقالة، ما يثير المخاوف من أن تكون تردداتها سبب مباشر في تصاعد معدلات الإصابات. قائم مقام بعقوبة عبد الله الحيالي كان قد أشار في وقت سابق إلى أن ملف أبراج السرطان يجب أن يؤخذ باهتمام بالغ، خاصة وأن مخالفة الشروط البيئية من قبل بعض الشركات تعني زيادة في معدلات الإصابات بالسرطان والتي يدفع ثمنها البسطاء، مؤكدا أن إجراء تقييم شامل وموضوعي لأبراج الاتصالات في ديالى مطلب شعبي وعادل من أجل تفادي تكرار ما حصل في منطقة المفرق. تنص الاتفاقية المبرمة مع شركات الاتصال على التزامها بعدم وضع أبراج رئيسة داخل مناطق سكنية، وأن تكون هذه الأبراج في مناطق غير مأهولة، لكن هذه الشركات بنت أبراجاً وسط منازل المدنيين، ما يطرح إشارة استفهام عن السماح لها بذلك وعن المستفيد من إلحاق الضرر والأذى بالعراق والعراقيين.